أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية المستمرة معكم عبر شاشتنا لمتابعة أهم وآخر المستجدات. نبدأ مع جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية. حرصت جدا، مش أنا بس، أنا وكل المصريين، على أن احنا نخفف ما أمكن على أشقائنا في قطاع غزة. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه اللي مطلوب اغاثته. اكد ان احنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أصدر قادة مصر وقطر والولايات المتحدة بيانا مشتركا بشأن تطورات الأوضاع في غزة، ودعا القادة لوضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا للرهائن وعائلاتهم بصورة فورية، وأن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن والمعتقلين. وأكد القادة في بيانهم المشترك أنهم سعوا جاهدين على مدار عدة أشهر للتوصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، ولا يتبقى له فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، مؤكدين ضرورة ألا تكون هنالك ذرائع من قبل أي طرف لتأجيل آخر، وأعربوا أيضا عن استعدادهم إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ على النحو الذي يلبي توقعات الأطراف كافة. وأوضح البيان أنه تمت دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا. ما هو حجم التقدم المحرز في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من خلال البيان الذي تم نشره بالأمس من قادة مصر وقطر والولايات المتحدة؟ أهلا بحضرتك يا أستاذ هشام، وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. طبعا بيان قوي من حيث التوقيت، وله أيضا أهمية كبيرة خاصة أنه يعتبر مكمل لتنفيذ القرار رقم 2735 الذي خرج من مجلس الأمن، وهو في الأساس مقترح أمريكي ويؤكد على ضرورة تنفيذ المراحل الثلاثة من الاقتراح الأمريكي ومن هذا القرار الذي يقضي بوقف إطلاق النار وأيضا تبادل المحتجزين. وبالتالي هذا البيان يقلص مساحة التحرك من قبل حكومة نتنياهو ويجعلها في ضغط حقيقي، على اعتبار أن ما حدث في قطاع غزة على مدار 10 أعوام هو بمثابة كل أنواع جرائم الحرب، وهناك ضغوط كبيرة تمارس الآن نتيجة أن الأوضاع في المنطقة أستاذ هشام بتتجه إلى التصعيد بشكل خطير، ومن الممكن جدا أن تنزلق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. وبالتالي يعلم قادة الدول الثلاث على رأسهم الدولة المصرية أن نزع فتيل الأزمة يتمثل في ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة باعتباره هو المسبب الرئيسي لاتساع رقعة الصراع، وأيضا هو المسبب الرئيسي لأننا نذهب إلى حافة الهوية وصولا إلى حرب إقليمية شاملة. طبعا في هذا البيان تمت دعوة الجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة، كيف تفاعل الطرفان مع هذه الدعوة؟ يعني كان هناك تفاعل واضح من قبل الجانب الإسرائيلي ورد واضح، وهذا خرج من هيئة البث الإسرائيلية من أن حكومة نتنياهو سترسل الوفد للتفاوض في يوم 15 أغسطس الحالي. وبالتالي في ظني وتقديري أن لابد أن يتم الضغط بشكل كبير من قبل الإدارة الأمريكية على
حكومة نتنياهو حتى ترضخ للمقترح الأمريكي الذي هو في الأساس تم التنسيق بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل عليه، وتم موافقة الجانب الإسرائيلي، وكانوا يقولون أن القرى في ملعب حماس، وعندما وافقت حماس على يعني هذا المقترح وهذه الرؤية الأمريكية نجد أن التراجع قد حدث من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي الآن تضغط الإدارة الأمريكية في ظل أن حكومة نتنياهو تلاعبت بها في العشرة أعوام السابقة، على اعتبار أن الرئيس الأمريكي خرج أكثر من مرة وقال أننا في قاب قوسين أو أدنى من أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار. كان هناك أيضا القرار رقم 27-28 والذي كان يفضي إلى ضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية ولم يتحقق. كانت هناك التدابير الاحترازية التي خرجت من محكمة العدل الدولية والتي تؤكد على حق الفلسطينيين في إدخال المساعدات إليهم، ولكن التعنت الإسرائيلي وغلق معبر رفح والبقاء في محور فيلادلفيا وغلق الستة معابر الأخرى الموجودة من معبر رفح من قطاع غزة ما بينها وبين الجانب الإسرائيلي، كل ذلك عقد الأمور. وكانت دائما إسرائيل تتجه إلى التصعيد عندما تكون هناك جولة جديدة من المفاوضات، وبالتالي على الإدارة الأمريكية أن يكون لديها ضغوط، تمارس ضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي حتى لا يتهرب الجانب الإسرائيلي مرة أخرى ويسعى إلى اتساع رقعة الصراع. ولكن يا أستاذ هشام، أرى أننا أمام فرصة حقيقية هذه المرة لوقف إطلاق النار، لأن المنطقة بين مفترق طرق، بين التصعيد الإقليمي المتزايد واتساع رقعة الصراع وما بين خفض التصعيد. تقول يا دكتور حامد أننا أمام الآن فرصة حقيقية للوصول إلى وقف إطلاق النار، ولكن هذه المرة جولة التفاوض تشهد العديد من التعقيدات، خاصة بعد سياسة الاغتيالات التي تبعتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال قتل من يفاوض، وقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية. ما هو الشكل المتوقع لعملية التفاوض بعد هذا التصعيد الكبير وكل التعقيدات التي تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات؟ يعني هذه التعقيدات الآن تضغط وبقوة على الجانب الإسرائيلي، كلما زادت حجم التعقيدات في المشهد كلما مثل ذلك ضغوطا حقيقية على حكومة نتنياهو، لأن الإدارة الأمريكية لا ترغب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة، تسعى وبكل قوة إلى عدم اتساع رقعة الصراع وجرها من قبل إسرائيل لمواجهة مباشرة مع إيران، على اعتبار أيضا أن الجانب الإسرائيلي الآن هناك حالة من الخوف والرعب والقلق من أن يكون الرد الإيراني هو رد حاسم وقوي ومزلزل يسقط الكثير من المدنيين الإسرائيليين، وبالتالي عمر هذه الحكومة تكون قد انتهت تماما، على اعتبار أننا أمام موقف معقد ومتشابك، فتح كل هذه الجبهات، الحزب الله من لبنان، الحوثيين من اليمن، الحشد الشعبي في العراق، الفصائل المسلحة في سوريا، كل ذلك سيمثل يعني ضربة قاسمة لإسرائيل التي لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تتحمل كل هذه الجبهات، لأن الأوضاع في إسرائيل هي أوضاع كارثية داخل الجيش الإسرائيلي، سواء على مستوى حالة الانقسام الحادة وعدم الرغبة في اتساع رقعة الصراع، سواء في وضع الجنود الإسرائيليين الذين انتحر منهم الكثير، سواء في حالة الإنفاق العسكري. إسرائيل كانت بتنفق يا أستاذ هشام ما لا يقل عن 12 مليار شيكل يعني سنويا، بمعدل 3.3 مليار دولار سنويا أيضا، وده هو إنفاق الميزانية السنوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي. تبدل ذلك وأصبحت إسرائيل تنفق شهريا 3.3 مليار دولار، يعني أنفقت ما يزيد عن 33 في هذه في العشرة أشهر 33 مليار دولار أو يزيد عن ذلك بكثير، كل ذلك يمثل ضغطا على إسرائيل، وبالتالي هي تريد جر الولايات المتحدة الأمريكية لكي تقوم بحرب بالوكالة في المنطقة يعني بديلا لإسرائيل، وهذا ما لا ترغب به الولايات المتحدة. وأصبحنا في الأيام القليلة الأخيرة نسمع صوت داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى استطلاعات الرأي لدى الشعب الأمريكي يقولون أنهم لن يدخلوا في حرب بالوكالة عن إسرائيل، وهذا يمثل ضغطا حقيقيا على نتنياهو. بخصوص آخر التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات لبايدن يوجهها لنتنياهو بأنه يعني لا عذر لتأجيل صفقة غزة، هل ترى أن هذه المرة الضغط الأمريكي مختلف أم يشبه المرات السابقة؟
هذه المرة أرى أنه مختلف يا أستاذ هشام، مختلف لأن إدارة الرئيس الأمريكي أصبح ليس عليها أي ضغوط فيما يخص خوضها الانتخابات الأمريكية. الرئيس بايدن أصبح خارج هذا المشهد وأصبح لا يمثل يعني الضغط الحقيقي الذي كان عليه في الفترة السابقة، لم يعد عليه، كان مكبل من قبل يعني الآي باك الإسرائيلي أو اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية أو دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى جلسة نتنياهو في الكونغرس الأمريكي قطعها أكثر من نصف عدد أعضاء الديمقراطيين. كل ذلك يؤكد على أن الإدارة الأمريكية الحالية بإدارة بايدن تسعى إلى إيجاد وقف شامل لإطلاق النار لكي يكون ذلك ورقة رابحة للحزب الديمقراطي ولكامل هاريس في الانتخابات القادمة، وهذا سيمثل ضغطا كبيرا على نتنياهو. بالإضافة أيضا إلى أن إدارة بايدن غضبت أكثر من مرة من نتنياهو الذي يعني كان عليه بعد زيارة الولايات المتحدة الأمريكية أن يتجه قولا واحدا إلى هدنة، ولكنه اتجه إلى عودة إلى السياسة القديمة الجديدة وهي سياسة الاغتيالات، وقام باستهداف ثلاثة عواصم. احنا بنتحدث عن استهداف في العراق، استهداف في لبنان في الضحية الجنوبية مقتل فؤاد شكر، واستهداف في قلب طهران وهو إسماعيل هنية. كل ذلك مثل ضغطا كبيرا على الإدارة الأمريكية، وتريد إسرائيل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بحرب بالوكالة عنها، وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أن أكثر المتضررين من اتساع رقعة الصراع في المنطقة ستكون الولايات المتحدة الأمريكية ومصالحها ستتضرر بقوة. عندما أيضا نتابع التفاعلات في الداخل الإسرائيلي على هذه الدعوة الجديدة لبدء جولة جديدة للتفاوض، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أن إرسال الوفد الإسرائيلي للقاهرة أو الدوحة لجولة جديدة من التفاوض هو فقط قرار سياسي نتيجة للضغط الأمريكي. هل ترى أن هذه التصريحات التي تصدر من وسائل إعلام إسرائيلية هي فقط للاستهلاك المحلي، أم هي تؤثر بالفعل على عملية التفاوض وأنها فقط يعني ضرورة سياسية لإرسال الوفد فقط؟ يعني أرى أن هناك بالفعل هذا البيان خرج هو بشكل مفاجئ، هيربك حسابات السياسة الإسرائيلية بشكل كبير، سيجعل نتنياهو يفكر ماليا في أنه إذا لم يرضخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن إسرائيل مقدمة على واقع مؤلم سيؤثر بشكل كبير على الأمن القومي الإسرائيلي، بل لا أبالغ أنه سيؤثر على بقاء إسرائيل، لأن إيران تعتبر مسد بشرفها وكرامتها وسيادتها، وأصبحت في صورة الكثير من أذرعها في المنطقة كدولة ضعيفة، وهي ما تريد أن تخرج منه، أن تخرج من هذه العباءة. إيران تريد أن ترد على بشكل قاطع على نتنياهو، وإذا لم تقم هذه المرة بالرد فإن إيران كدولة قوية ومؤثرة في المنطقة تكون صورتها قد اهتزت. وبالتالي أرى أنه إذا لم يرضخ نتنياهو للضغوط الأمريكية هذه المرة فإننا قاب قوسين أو أدنى من أن تتسع رقعة الصراع، وهو ما يريد أن يتفاداه حتى الداخل الإسرائيلي. يعني إحنا بنتحدث عن حرب نفسية منذ اغتيال إسماعيل هنية، بنتحدث عن فتح ملاجئ، بنتحدث عن توفير الكثير من السلع الغذائية والمياه وغيرها، وأيضا بقاء حكومة نتنياهو التي تعقد اجتماعاتها الآن فيما يسمى الحفرة. يعني لك أن تتخيل بعدما كان نتنياهو يتحرك في كل قطعة من تل أبيب أصبح الآن خائفا ومرتجفا ومرتعدا من أن يتم استهدافه من قبل إيران أو يتم استهداف القواعد العسكرية ويتم استهداف المدنيين، وهذا طبعا سيضعف من الصورة الذهنية أكثر وأكثر لدولة الاحتلال الإسرائيلي. نعم، أخيرا دكتور حامد، فيما يتعلق بالتفاعلات الدولية والتصريحات التي تخرج عن الدول العظمى والمؤثرة حول هذا البيان الذي تابعناه بالأمس من قادة مصر وقطر والولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي قال صباح اليوم أننا ننضم إلى مصر وقطر والولايات المتحدة إلى هذه الدعوة، وقبل قليل نتابع تصريحات أيضا عن فرنسا بالدعوة لوقف إطلاق النار. كيف ترى التفاعلات الدولية؟ طبعا التفاعلات بتؤكد على صواب الرؤية المصرية منذ اندلاع هذه الحرب الشعواء التي أكلت الأخضر واليابس. موقف مصر الثابت والحازم فيما يخص تنفيذ مادة حل الدولتين وضرورة وقف إطلاق النار وضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية وضرورة فتح المعابر، كل هذه النقاط أجمعت عليها كل دول العالم. يعني معبر رفح المصري تحول إلى منارة دبلوماسية كبيرة، يعني كل قادة العالم على مدار 10
أشهر كانوا يذهبون إلى معبر رفح وعقدوا الكثير ابتداء من الأمين العام للأمم المتحدة انتهاء منذ أيام قليلة برئيس وزير الخارجية التركي وغيره من القادة المؤثرين في المشهد الدولي، دليل قاطع على أن الدولة المصرية نجحت وبشكل كبير في إيجاد ظهير دولي حقيقي داعم للقضية الفلسطينية. الاتحاد الأوروبي ينضم إلى هذا البيان، ومعهم فرنسا وكل دول العالم بتنضم إلى هذا البيان لكي تتوقف حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا بد من إحلال السلام في الشرق الأوسط باعتبار أن أكثر الدول وأكثر الشعوب التي ستتضرر من استمرار الصراع في الشرق الأوسط بهذا الشكل هي القارة الأوروبية وأمريكا، لأن هذا سيخلف قولا واحدا غير شرعية كبيرة ستؤثر على الأوضاع الاقتصادية الكارثية اللي بتمر بها القارة الأوروبية. نعم، يعني في الحديث أيضا عن التفاعلات الدولية، أي نوع من الدعم يمكن تقديمه؟ نتابع هذه التصريحات من الاتحاد الأوروبي ومن فرنسا، هل فقط تأييد فكرة وقف إطلاق النار أم هنالك دور آخر يمكن القيام به؟ يعني احنا بنتحدث وبشكل كبير ان اوروبا كان لها موقف مشرف في القضية الفلسطينية، ولكن عليهم ان يتحلوا باكثر قوة واكثر يعني صلاحة. دعنا نكون اكثر تحديدا دكتور حامد، بعض الدول الاوروبية مثل اسبانيا على سبيل المثال، احنا يعني استاذ هشام في اكثر من 143 دولة وافقت على حق فلسطين في العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، منهم 12 دولة أوروبية، وده رقم كبير جدا في المعادلة الدولية. ايضا على رأسهم طبعا اسبانيا كما حضرتك اشرت، وايضا النرويج وغيرها، وشاهدنا التصعيد الكلامي الاخير ويعني سحب التراخيص الدبلوماسية بالنسبة للدبلوماسيين النرويجيين داخل اسرائيل، وده دليل قاطع على ان التحركات التي من الممكن ان تقدم عليها الدول الاوروبيه في الفتره الاخيره من الممكن جدا ان تؤلم دوله الاحتلال الاسرائيلي، هناك من الممكن توقيع عقوبات اقتصاديه، من الممكن جدا التهديد بسحب السفراء الاجانب من اوروبا الاوروبيين من تل ابيب، كل هذه الاجراءات تدفع في اتجاه ان تل ابيب لابد ان تتعرض لضغوط حقيقيه قويه وأن يكون هناك ضغطا حقيقيا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على وجودك معنا. ومن الأخبار التي نتابعها عن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، قال مصدر باللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية إنه تم التحقيق مع أحد لاعبي منتخب المصارعة بالأولمبياد في واقعة اتهامه بالتحرش. وأشار المصدر إلى أن اللاعب وبعد انتهاء مشاركته في المباريات اختفى وخرج من المعسكر بدون إخطار، وتم تحويله للجنة القيم وفي الطريق لشطبه. وبالعودة إلى التطورات والتصعيد في لبنان تحديدا، أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب دعم بلاده للبيان المشترك الصادر عن قادة مصر والولايات المتحدة وقطر بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة والمحتجزين وعائلاتهم الذين تحملوا معاناة هائلة. تدعم الحكومة اللبنانية البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، ومن الضروري تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة وللرهائن وعائلاتهم الذين تحملوا معاناة هائلة.
إن الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم لوضع اتفاق إطار تستحق الثناء، وتقدر الحكومة اللبنانية أهمية إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين استنادا إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن وأقرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت رقم 1735. ومن جهة أخرى، ثمن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله أبو حبيب دعم مصر وتأييدها غير المشروط للبنان وضرورة إنهاء الحرب في جنوب لبنان. التقيت اليوم بدكتور الرئيس نجيب مهاتي وخبرته عن ما صار بزيارتي لمصر وعن تأييد مصر الغير مشروط للبنان، وأنه نخلص من الحرب بلبنان، وإن شاء الله قبل، وكمان هيدي مقرونة بالحرب بغزة طبعا، لكن مهمنا هلأ السلام بلبنان. أعلن الاتحاد الأوروبي انضمامه إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في دعوتهم إلى إبرام اتفاق بشأن غزة دون تأخير. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيمهد الطريق لخفض التصعيد الإقليمي. كما أبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه الكامل للوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة توقف الحرب في غزة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا. هذا البيان يتحدث عن دعوة مباشرة للجانبين إلى استئناف المناقشات العاجلة يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين في الدوحة أو القاهرة. ما هو الرد من الجانبين حتى الآن؟ تحياتي لك أستاذ هشام. في الواقع أن هذا البيان المصري الأمريكي القطري يأتي في سياق الجهود المصرية الحثيثة لوقف الانجراف نحو حرب إقليمية، نحو مزيد من التصعيد ومحاولة نزع فتيل هذه الأزمة وهذا الموقف الذي قد ينفجر في أي لحظة في ظل زيادة وارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل وبين إيران وحلفائها. واعتقادي أن هذا التحرك يأتي في سياق العمل على معالجة أسباب هذا التصعيد، وهو وقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال التوصل إلى اتفاق لتبادل الرهائن والمحتجزين لدى كل الأطراف، وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي يعني عكف وعمل عليه مصر ومعها وسطاء في قطر وأمريكا خلال الفترة الماضية. وبالتالي أصبح هناك اتفاق إطاري واضح لصفقة مرتقبة، و أن دعوة الأطراف الثلاثة إلى طرفي الأزمة سواء إسرائيل أو الفصائل الفلسطينية إلى العودة المباشرة والفورية إلى المفاوضات سواء في الدوحة أو في القاهرة في منتصف هذا الشهر بتعكس حقيقة الجهود المتسارعة لمنع تفجر الأمور. فيما يتعلق بالردود، يعني إسرائيل وحكومة الحرب الإسرائيلية أعلنت أنها سترسل وفدا في المكان الذي سيتم تحديده. أيضا حماس والفصائل الفلسطينية اعتبروا انهم مع ايضا مع المفاوضات، لكن انا في اعتقادي ان نجاح هذه الجوله المهمه حقيقه والتي تعد مفصليه فيما يتعلق به سواء مسار الحرب في قطاع غزه او مسار التصعيد في المنطقه يتطلب ان يكون كل طرف يؤدي مسؤولياته، خاصه الجانب الاسرائيلي، وان تتوقف حكومه الحرب الاسرائيليه عن المزيد من التعنت وجواز الشروط التعجيزيه، وان يكون هناك اراده حقيقيه في التوصل لاتفاق لوقف الحرب، وقف هذا العدوان وتبادل الأسرى. أيضا من المهم أن تكون كل الأطراف سواء الجانب الفلسطيني أيضا حماس أو الجانب الأمريكي فيما يتعلق بممارسة الضغوط حقيقية على الجانب الإسرائيلي لدفع نحو المفاوضات، وألا يكون فقط مجرد أن إرسال وفدا هي محاولة لإضاعة الوقت أو استهلاكه
كما حدث في الجولات السابقة، وبالتالي هذا بيعكس حرص مصر حقيقة نتاج الاتصالات المصرية خلال الساعات والأيام الماضية للسيطرة ومنع تفجر الموقف في المنطقة. وأنا في اعتقادي أن هذه فرصة مهمة، تعد فرصة مهمة حقيقة لوقف هذا الانجراف وهذا التصارع وهذا الارتفاع في التصعيد. وأنا في اعتقادي أن مصر الآن هي تمثل تيار الاعتدال، تيار الحكمة الصفية الذي يذهب في اتجاه وقف التصعيد، العمل على وقف هذا العدوان، عمل تحقيق الاستقرار، العمل على التعاون، وبالتالي هناك في المقابل تيار التطرف الذي يحاول أن يقود المنطقة إلى مزيد من التصعيد من خلال إشعال الحرائق. وبالتالي هي تعد يعني فرصة مهمة ينبغي اقتناصها، وينبغي أن تقوم كل الأطراف بمسؤوليتها حتى لا يتكرر ما حدث في الجولات السابقة. طبعا الضغط الأمريكي يلعب دورا كبيرا إن كان سيتم بالفعل تنفيذ وقف إطلاق النار و يعني عقد هذه الصفقة. هل ترى أن الضغط الأمريكي هذه المرة مختلف، خاصة مع تصريحات بايدن لنتنياهو بأنه لا عذر لتأجيل صفقة غزة؟ أنا في اعتقادي يعني تجربة يعني الفترة الماضية أن الضغط الأمريكي يعني لم يكن كافيا حقيقة. كانت هناك فجوة كبيرة بين الأقوال والرغبة في التواصل والاتفاق وبين الأفعال على أرض الواقع، لم يكن هناك يعني ضغطا حقيقيا، وأمريكا قادرة على ذلك إن أرادت، ولكن كان هناك دعما مستمرا للجانب الإسرائيلي وهو مشجعه حقا على ربما الاستمرار في منهج المراوغة. هذه المرة ربما يكون هناك يعني متغيرات جديدة، أولها طبعا المنطقة الآن تذهب إلى حالة من التصعيد المنتظر، وهناك الآن يعني مخاوف من الرد سواء إيران وحلفائها على إسرائيل ثم الرد إسرائيل على الرد، وبالتالي قد تخرج الأمور عن السيطرة. وأنا في اعتقادي أن الجانب الأمريكي هذا قد يدفعه للتحرك هذه المرة بجدية لدفع حكومة الحرب الإسرائيلية نحو الانخراط والتوصل إلى اتفاق، وخاصة أن الكل سواء داخل إسرائيل أو الإدارة الأمريكية ذي قناعة حقيقية بأن من يتعنت في التوصل إلى الصفقة هو نتنياهو والمجموعة التي معه مثل سموتريتش وبن غفير، وحتى في الداخل الإسرائيلي، حتى في الأجهزة الأمنية، حتى في الكل يعتبر أن نتنياهو يريد إفشال أي صفقة من خلال وضع شروط تعجيزية. وأنا في اعتقادي أن هذه المرة أن أمريكا قد تكون بين خيران، إما الصفقة ووقف هذا التصعيد، وإما أن تنجرف المنطقة إلى حرب إقليمية، وأن تتورط أمريكا حقيقة مع اندفاع حكومة الحرب إلى مزيد من التصعيد. ولذلك هناك الآن حسابات كثيرة، هناك مصلحة أمريكية في أن منع التصعيد ليس فقط من خلال دعم إسرائيل أو إعلان دعمها وإرسال الطائرات والبوارج، وإنما دكتور أحمد سنعود بالتأكيد لاستكمال هذه النقطة، ولكن نتابع معكم مشاهدين الآن هذا الخبر الذي تابعناه قبل قليل، حيث قال مصدر باللجنة الأولمبية ورئيس البعثة المصرية إنه تم التحقيق مع أحد لاعبي منتخب المصارعة بالأولمبياد في واقعة اتهامه بالتحرش. وأشار المصدر إلى أن اللاعب بعد انتهاء مشاركته في المباريات اختفى وخرج من المعسكر بدون إخطار، كما تم تحويل اللاعب للجنة القيم وفي الطريق لشطبه. نعود مرة أخرى إلى دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، وكنا نتحدث عن الضغط الأمريكي هذه المرة. أيضا تابعنا تفاعلات دولية كبيرة منذ صباح اليوم خاصة بالاتحاد الأوروبي من فرنسا وعدد من الدول. هل يمكن أن تقوم هذه الدول بعد تأييدها للدعوة بضغط أكبر لتنفيذ وقف إطلاق النار؟ وبالفعل استاذ هشام، المنطقة الآن على يعني على شفا بركان، أو كما يقولون على سطح ساخن، والموقف ممكن أن ينفجر، وانفجار الموقف ليس في مصلحة أي طرف سواء حتى الجانب الأمريكي أو الجانب الأوروبي، لأن يعني اشتعال التوتر في الشرق الأوسط سيؤثر بالطبع على كل الدول وعلى كل المناطق. ومن هنا كان هناك هذا الترحيب الكبير من جانب الاتحاد الأوروبي بما يتعلق بالبيان الثلاثي المصري الأمريكي القطري في الدعوة فورا إلى المفاوضات، لأن الاستمرار على منطقة التيار العسكري على منطقة العدوان في نهاية المطاف لن يحقق أي هدف حتى الجانب الإسرائيلي. إسرائيل الآن بعد 10 أشهر من القتل والدمار وهذا العدد الكبير من الضحايا الفلسطينيين لم تحقق أهدافها سواء فيما يتعلق بتحرير الأسرى أو القضاء على المقاومة الفلسطينية أو كسر الصمود الفلسطيني، وبالتالي بات هناك قناعة بحتمية أن يكون هناك تحرك حقيقي نحو
هل التوصل اتفاق وقف هذا العدوان باعتبار أن العدوان الإسرائيلي هو الأساس، هو الذي يغذي البيئة الصراعية في المنطقة، هو الذي يقود إلى مزيد من التوتر. وأعتقد أن في ظل المواقف الصادرة عن يعني عن إيران مؤخرا بما يتعلق به أنه قد لا يكون هناك رد إيراني على اغتيال هنية تجاه إسرائيل إذا ما تم وقف إطلاق النار، يعني هناك الآن تحركات حقيقية سياسية لأن الكل يستشعر خطورة الانزلاق إلى حرب إقليمية، خطورة الانزلاق إلى مزيد من التصعيد، وخاصة خطورة أيضا سياسة حافة الهوية. إذن تقول دكتور أحمد أن هذه الجولة للمفاوضات، هذه الجولة الجديدة التي دعت إليها مصر وقطر والولايات المتحدة، تعد فرصة أخيرة؟ هي تعد فرصة أخيرة وفرصة مهمة يجب اقتناسها، لأن الآن إما تتجه المنطقة إلى مزيد من الاستقرار والتهدئة ووقف هذا العدوان الإسرائيلي لقطاع غزة والعمل على ترتيبات أن يكون هناك أيضا خراط لحل سياسي شامل، وإما أن تنزلق المنطقة إلى حالة من التصعيد والتوتر لا يمكن السيطرة عليها. بمعنى آخر، إذا انطلقت شرارة الحرب الإقليمية أو هذا التصعيد الإقليمي خاصة في ظل هذا الحشد العسكري الأمريكي لجانب إسرائيل، وبالتالي ندخل المنطقة في نفق مظلم حقيقة، وهذا ما حذرت منه مصر. وبالتالي هذه تعد فرصة مهمة، فرصة أخيرة يجب اقتناصها وأن تكون ذات فعالية، ينبغي أن ترتبط أيضا بأن تقوم كل الأطراف بمسؤوليتها حقيقة، وألا يحدث كما حدث في المرات السابقة، أيضا أن تتوقف حكومة الحرب عن نتنياهو عن وضع الشروط التعجيزية، عن لأنها كلما كان هناك اقتراب من حل القضايا العالقة نجد في نهاية المطاف أنها تدع مزيد من الشروط التي تؤدي إلى عدم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي أيضا الجانب الأمريكي وميوعة هذا الموقف في الجولات الماضية كان أيضا أحد الأسبابات التي لم تؤدي إلى الوصول إلى اختراق حقيقي وتحقيق اتفاق والتوصل إليه. وبالتالي وواضح أيضا من البيان دكتور أحمد، يعني واضح من صيغة البيان أنها بالفعل فرصة أخيرة لسد كافة الثغرات المتبقية وبدء تنفيذ الاتفاق دون أي تأجيلات جديدة كما جاء في صيغة البيان. هل يدرك الطرفان أن هذه هي فرصة أخيرة أيضا؟ أنا في اعتقادي أن في ظل هذا التصعيد وهذا يعني المتغيرات الأخيرة وما حدث والتطورات الخطيرة التي حدثت خلال الأسابيع الماضية، أعتقد أن هناك الآن إدراك يعني لدى كل الأطراف بأن لابد من إعلاء صوت الحكمة والعقل. لكن هو السؤال دائما والتحدي، هل تستجيب حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو وسموتريتش كثير لهذا النداء، خاصة في ظل المخاطر التي قد تترتب على سياسة حافة الهوية، لأن الجانب الأمريكي الآن بدأ يشعر أن يعني هذه الحكومة وهذا السياسة الإسرائيلية بدأت تشكل عبئا استراتيجيا على الجانب الأمريكي. أيضا الفصائل الفلسطينية وأيضا عليها أيضا تقوم بمسؤوليتها، لأن التأخير دائما في اتخاذ القرارات بيكون له تكلفة أكبر كما حدث ورأينا في الجولات السابقة. وبالتالي المنطقة الآن هناك اتفاق إطاري، يعني تقريبا كل القضايا تم يعني التوافق عليها، خاصة فيما يتعلق بالمراحل الثلاثة والمرحلة الأولى التي تقوم على وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع وانسحاب جزء القوات الإسرائيلية، ثم الانخراط في محادثة وتبادل عدد من الأسرى والرهائن، ثم الانخراط في مفاوضات وقف الحرب وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية خلال المرحلة الثانية. يبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المتعلقة بوضع القوات الإسرائيلية سواء في محور الكريم أو محور فيلادلفيا، أو فيما يتعلق بعودة الرهائن إلى الشمال. وأعتقد أن الضغط الأمريكي يعني إذا كان بشكل جدي هذه المرة يمكن التغلب، وخاصة فيما يتعلق بالضغط على إسرائيل لانسحاب قواتها من قطاع غزة والعمل على إرسال المساعدات الإنسانية والانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا. أعتقد أن هناك الآن يعني كل القضايا تقريبا متوافق عليها، وبالتالي يبقى أن يكون هناك إرادة حقيقية من كلا الأطراف، خاصة نعم. من طرفي الأزمة وخاصة أيضا من الجانب الأمريكي في ظل الجهود المصرية الحثيثة نعم. التي تقوم على وقف نزيف الدم الفلسطيني ووقف المعاناة الفلسطينية. وضحت الفكرة، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. هذا ورحبت وزارة الخارجية العراقية بالبيان المشترك الصادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة، والذي يدعو إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين والمعتقلين وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة. وفي بيان لها قالت الخارجية العراقية إن هذا البيان يعكس التزاما جادا من قبل القادة الثلاثة بحل الأزمة الإنسانية القائمة في غزة، ويعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة
مؤكدة دعمها لهذا الجهد الدولي وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى التعامل بإيجابية مع هذه المبادرة. لازلنا نتابع المزيد من التحليل، ومعنا الآن الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام. أهلا ومرحبا بك معنا دائما على شاشة إكسترا نيوز. هل تعتقد دكتور محمد أن بعد التصعيد الإقليمي الأخير وهذه التوترات الكبرى التي تشهدها المنطقة، وخاصة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيه، الاحتلال قتل من يفاوضوا، هل كل هذه التعقيدات تزيد من التحديات أمام هذه الجولة الجديدة للتفاوض، أم يعني تجعلنا نعتقد أن الأطراف سيأخذونها كفرصة أخيرة؟ مساء الخير. في الحقيقة طبعا يعني الوضع في الإقليم وصل إلى مستوى شديد الخطورة وشديد التعقيد وشديد الهشاشة، ويعني ما لم تلتزم الأطراف بدرجة كبيرة من ضبط النفس يعني سيدخل الإقليم في حالة من الفوضى وتداخل كبير في كل يعني بين كل الملفات وكل أنماط الصراع وكل أنماط مصادر عدم الاستقرار في المنطقة. يعني هذا السيناريو لا يمكن لأحد أن يحتمله بما فيها أطراف الأزمة، سواء الجانب الإسرائيلي والجانب الإيراني أو يعني الجبهة اللبنانية أو اليمنية، كل هذه الجبهات أصبحت يعني أمام سيناريو كبير للفوضى وعدم الاستقرار. فبالتالي انطلاقا من هذا الوضع يعني أو هذا الموقف المعقد، باتت هناك يعني حاجة ماسة للخروج من هذا المشهد أو تجنب هذا السيناريو، وهذا يعني أو الخروج من هذا السيناريو يعني يظل مرهون بالخروج من الأزمة المركزية الآن، وهي العدوان الجاري على قطاع غزة وفتح آفاق لتسوية سلمية لإقامة الدولة الفلسطينية. هذه كانت وجهة النظر المصرية التي تم التعبير عنها منذ اليوم الأول للأزمة. مصر حذرت يعني أكثر من مرة منذ بداية الأزمة بأن هناك خطر كبير في حالة إطالة أمد الأزمة أو هذا إطالة أمد العدوان الإسرائيلي، وفي حالة أيضا تجاهل للقضية الفلسطينية. هذه وجهة النظر التي تم التعبير عنها منذ اليوم الأول، ونحن الآن في اختبار للجميع، أمام اختبار كبير لتجنب هذا السيناريو. نعم. كل هذا يعطي أهمية كبيرة للبيان المشترك الذي صدر عن الدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر الشقيق. هل هذا البيان يعني يمثل أو يعكس فرصة حقيقية لإنهاء العدوان ويعني الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؟ يعني في تقديري إذا افترضنا رشادة جميع الأطراف وإذا عادت الأطراف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الفلسطيني وكل الأطراف إذا عادت إلى الحسابات الدقيقة، نحن في حاجة بالفعل إلى الخروج من هذه الأزمة باتفاق لوقف إطلاق النار. نعم. الجميع يدفع في هذه الصيغة التي صدر بها البيان دكتور محمد، طبعا تم ذكر أنه خلال الشهور الماضية الوسطاء عملوا بجهد كبير للوصول إلى الصيغة المطروحة الآن للاتفاق، ولكن لم يتبقى سوى التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ. أولا، ما هي التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، وإلى أي مدى تشكل تحدي أكبر في هذه الجولة؟ يعني أولا يعني زي ما حضرتك أشارت، البيان أشار إلى الجهود التي بذلت عبر الشهور الماضية، والبيان يعكس أن هناك جهدا حقيقيا وضخما بذل، وأن هناك يعني أساس للوصول إلى هذا الاتفاق، يعني وأن هذا يعني هذا أن الاتفاق أو التفاوض وصل إلى توافق فيما يتعلق بالخطوط العريضة، ويبقى فقط التفاصيل هنا تتعلق بالأبعاد والجوانب المختلفة لهذا الاتفاق المنتظر، المسائل الخاصة بعودة النازحين من الأشقاء الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال،
تنظيم هذه العودة. هناك تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بهذه المسألة، لكن الأمر يحتاج إلى تفاصيل نهائية بشأنها. هناك المسألة الخاصة بتبادل الرهائن والمحتجزين أو يعني السجناء الفلسطينيين في لدى الجانب الإسرائيلي والمحتجزين الفلسطينيين لدى الجانب لدى الحركات الفلسطينية. هذه مسائل أيضا تحتاج إلى بعض التفاصيل. هناك البعض الآخر الخاص بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية الموجودة داخل قطاع غزة، لأن هذه مسألة مهمة للجميع، مهمة للجانب الفلسطيني ومهمة أيضا لدول المنطقة. بالإضافة إلى ذلك هناك الجوانب الإنسانية المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية. هناك توافق وفق ما هو معلن من كافة يعني خلال الفترة الأخيرة حول هذه العناصر الأساسية في الاتفاق. الأمر يحتاج إلى بعض يعني إلى وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بهذه المسألة. وفي بعض يعني الأوقات كان هناك اتفاق شبه نهائي حول هذه التفاصيل، لكن لم تكن هناك الإرادة الكافية من الجانب الإسرائيلي لترجمة هذا الاتفاق إلى واقع، بمعنى أن يعلن الاتفاق وأن يتم تنفيذه. لكن كان هناك للأسف الشديد رغبة أو خضوع القرار السياسي من الجانب الإسرائيلي لبعض الحسابات الداخلية هي التي أدت إلى تعطيل عملية التنفيذ. فنحن أمام في رأيي كما نحن أمام فرصة للخروج من هذه الأزمة من خلال الوصول إلى تفاصيل نهائية أو الاتفاق حول هذه التفاصيل الصغيرة، لكن نحن أيضا أمام اختبار للجميع، اختبار للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة انخرطت في مع الدولة المصرية ومع قطر الشقيقة في كل جولات التفاوض الأخيرة. أعلنت مبادرة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن يعني للأسف الشديد الجانب الإسرائيلي كان ينجح في يعني إجهاض يعني هذه الجهود في اللحظات. وبخصوص الجانب الإسرائيلي دكتور محمد، طبعا نتنياهو قال إنه سيرسل وفدا في الدوحة أو القاهرة لهذه الجولة من المفاوضات، ولكن وسائل إعلام أيضا إسرائيلية تتحدث عن أنه هذا القرار هو قرار سياسي نتيجة للضغط من الرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني كيف ترى النية الإسرائيلية الآن خلال هذه التصريحات للتعامل في هذه الجولة من التفاوض؟ يعني طبعا الضغط الأمريكي مطلوب ومهم في هذا التوقيت، لأنه كما أشرت يعني في المرات السابقة كان الجانب الإسرائيلي يفلت يعني في اللحظات الأخيرة استنادا إلى بعض الحسابات الداخلية داخل إسرائيل. لكن الضغط الأمريكي مطلوب ومهم في هذا التوقيت حتى يعني يستطيع أو يضطر الجانب الإسرائيلي للالتزام بالوصول إلى هذا الاتفاق. الجانب الإسرائيلي للأسف يعني ما زال هناك تعقيدات داخلية كثيرة. القرار السياسي من جانب الحكومة الإسرائيلية يخضع للكثير من الحسابات المعقدة البعيدة عن الحسابات العقلانية، والحسابات العقلانية تقول بأنه الجانب الإسرائيلي يحقق خسائر ضخمة على عكس ما يبدو من أنه يتحدث عن انتصار، لكن هو يعني يرادف بين الانتصار وبين التدمير الذي يجري داخل قطاع غزة. هذا ليس انتصارا سياسيا وليس انتصارا أمنيا. الحسابات الرشيدة والحسابات العقلانية والبعيدة المدى يعني تقول بأن الجانب الإسرائيلي يخسر أيضا في المنطقة. أخيرا دكتور محمد، ما هو السيناريو المطروح الآن إذا فشلت هذه الجولة من التفاوض؟ يعني لا قدر الله إذا فشلت هذه الجولة يعني سنكون أمام سيناريو خطر. استمرار العدوان في حد ذاته خطر كبير، له تكاليف إنسانية لكن له تكاليف سياسية واقتصادية أيضا على الجانب الإسرائيلي. أيضا سيكون هناك خطر كبير لأنه استمرار هذا العدوان تستخدمه أطراف أخرى في المنطقة للدفاع عن فرضياتها وأيضا توظيفها لتحقيق حسابات سياسية داخلية تخص هذه الأطراف.
فإذا لا قدر الله إذا فشل يعني هذه الجهود للوصول إلى هذا الاتفاق هذه المرة سنكون أمام سيناريو أكثر خطورة بالإضافة إلى إطالة أمد الأزمة. ويعني هذا ما هو حذرت منه الدولة المصرية منذ اليوم الأول أن إطالة الأزمة يحقق خسائر للجميع. أنا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، شكرا جزيلا لك. إذن مسارات عديدة سياسية وإنسانية تتخذها مصر لدعم الشعب الفلسطيني، وفي إطار أولوية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع، ما يعكس الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني. نتابع كل تلك المسارات في العرض التالي. وصلنا معكم إلى ختام هذه التغطية مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. كنت معكم أنا هشام عبد التواب، وعلى رأس ساعة نشرة لأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.